ليست هناك ولم تسجل أي حالة في بلادنا، وبالتالي فليطمئن المواطنات والمواطنين. هناك مراقبة على الحدود الجوية والبحرية والبرية، مراقبة مستمرة بالمعايير الدولية وبتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وبالتالي الحمد لله لا خوف على بلادنا. ديوانة ديال المغرب ما كيلف امني لا والو، ما كيقلبهم حتى لابا، واحد المخطط ديال التدخل عاجل مستعجل وسريع وفي وفق المعايير الدولية. وشوف المرأة، شوف هذه حالة، هذه حالة، فين هما الأطباء؟ مع من هضر؟ حنا مستعدين ووجدنا جميع الإمكانيات الضرورية للتدخل. قطعة والشيح السيد وسامحن فيه كيموش، ما كاينش اللي يهضر معاه. شوف هذه حالة، شوف كاك سبيطار الغابة. هاد الفيروس التحول ديالو التطورات ديالو ما فيهاش، ما يمكنش نتوقعوها. وهناك لجنة علمية تجتمع أيضا لدى وزارة الصحة فيها خبراء خاصين في علم الوبائيات. والأمراض المعدية، الانفكسيولوجي والليفيرولوجي. يعني وعندنا اليوم عدد من الاستعدادات في مختلف الجهات، وعندنا مراكز متعددة فيها أقسام مخصصة. مشيت السبيطار ديالنا سيدي حيا الغرب ورموني للقنيطرة، سيري للقنيطرة عاود الطبيب تاعي زعما رانا ما عارفاش وما بقاليش، ودفعوني لهنا للقنيطرة. ومن دفعوني للقنيطرة من يام صانا مكرفصة من الصباح وانا جوع وعطش، ولا انا بحالة لا البنت في حالة. لكل طارئ سرة فارغة عندنا 970 سرير، عندنا 250 سرير إنعاش. سولة الطبيبة قالت لنا ما مسالياش ورا خرجتها وراه هي كما فين مريحة راهي. لما كان يذكر في سرخنز داخل هناك عدد من الأساتذة تكونوا مئات الأساتذة أصلا تكونوا في الاتجاه، والمضامين الرقمية وأيضا المصورة هي موجودة في موقع خاص تحت تصرف التلاميذ. لا دير لا خويا باش يثبتوني شنو هو. طيب ماذا على العلم القروي سيد رئيس الحكومه؟ بالنسبه للانترنت ما كاين حتى حاجه. الاجراء الثالث هو هناك بوابه الكترونيه الان غيتجدد، وهذه البوابه الالكترونيه غيتكون صله وصل ما بين الأستاذ والتلميذ، وبالتالي غيتوفر الإمكانية ديال التكوين عن بعد. طيب ماذا عن العلم القروي سيد رئيس الحكومة؟ داخل قسم متقادم يعود لثمانينيات القرن الماضي أصلحته منظمة غير حكومية بلجيكية يشتغل يوميا الأستاذ إبراهيم، واضطر الأستاذ لشراء آلة تقليدية الصنع لتدفئة بالخشب من ماله الخاص.